النوكليوفايل هو محب النواة. إذا كنتم ضليعين في علم الذرة فستعلمون أن فايل تعني محب. مثلا بيبلوفايل هو الشخص الذي يحب الكتب، شخص منجذب للكتب. إذا النوكليوفايل هو شيء منجذب إلى النواة. وبما أن النواة نفسها مشحونة بالموجب من كل هذه البروتونات، فإن الشيء الذي يحب النواة، الشيء المنجذب للشحنات الموجبة، يجب أن يكون لديه شحنة سالبة. إذا النوكليوفايل محب النواة سيكون لديه شحنة سالبة كاملة، أو يمكن أن يكون لديه شحنة سالبة جزئية، أو يمكن أن يكون عبارة عن منطقة لكثافة الإلكترونات مثل زوج الإلكترونات الغير رابطة أو رابطة باي أو شيء كهذا. إذن النيوكليوفايل لديه كثافة إلكترون عالية، ولهذا هو منجذب للأشياء المشحونة بالموجب. والإلكتروفايل هو محب الإلكترون، وهو شيء منجذب للإلكترونات. وبما أن الإلكترونات ذات شحنة سالبة، فإن أي شيء منجذب للشحنة السالبة سيكون ذو شحنة موجبة، لأن الشحنات المختلفة تتجاذب. إذن الإلكتروفايل لديه شحنة كاملة موجبة أو شحنة موجبة جزئية. إذن هو عبارة عن مناطق للكثافة الإلكترونية المنخفضة. إذن الإلكترونات ستتدفق من المكان أعلى كثافة في الإلكترونات، وهو بالتأكيد النيوكليوفايل أو محب النواة، إلى المناطق الأقل كثافة في الإلكترونات، وهي الإلكتروفايل. الشحنات المختلفة تتجاذب، وهذه الفكرة. قانون كولوم في الفيزياء. لنرسم مجموعة من الجزيئات هنا لنرى إذا كان بالإمكان تصنيفهم من حيث إذا كانوا نيوكليوفايل أو إلكتروفايل. وسنبدأ مع أنيون الإيثوكسايد. إذا سأرسم أنيون الإيثوكسايد وهو سيبدو هكذا. إذا هو مشحون بالسالب هكذا. هل هو نيوكليوفايل أو إلكتروفايل؟ أنيون الإيثوكسايد سالب الشحنة، إذا سيكون نيوكليو أو منجذب إلى شيء موجب الشحنة. إذا سيحب النواة، لذا سيكون محب للنواة، سيتفاعل كنيوكليوفايل في آلية الكيمياء العضوية. حسنا، لدينا هنا جزيء مماثل وهو الإيثانول. إذا لنرسم الإيثانول هنا ولنفكر حول الفرق في الكهروسلبية بين الأكسجين والهيدروجين. إذا ماذا سيحدث لهذان الإلكترونان؟ الأكسجين هو أكثر كهروسلبية، إذا سيجذب الإلكترونات إليه، وهذا يعطيه شحنة سالبة جزئية. وبما أن كثافة الإلكترونات ستغادر الهيدروجين، فإن الهيدروجين سيكون بالنهاية بشحنة موجبة جزئية. إذا لدينا الآن جزيء لديه شحنة سالبة جزئية على الأكسجين. إذا الأكسجين لديه شحنة سالبة جزئية، لذا الأكسجين سيحب النواة. إذا الأكسجين سيتصرف كمحب للنواة في الآلية. وأيضا لديه زوج من الإلكترونات المنفردة، إذا هو عبارة عن منطقة كثيفة من الإلكترونات. إذا جزء الأكسجين من هذا الجزيء يمكن أن يتصرف بآلية محب للنواة. إذا لدينا اثنان من محب النواة هنا، أي منهم هو نيوكليوفايل أقوى؟ حسنا، منطقيا محب النواة الأقوى سيكون الأكثر انجذابا إلى النواة أو الشحنة الموجبة، لهذا سيكون هو الأكثر سلبية. إذا في المثال الأول كان لدينا محب للنواة بشحنة سالبة تماما، إذا هذه شحنة سالبة تماما. وفي المثال الثاني كانت الشحنة سالبة بشكل جزئي، لذلك أنيون الإيثوكسايد سيكون نيوكليوفايل أقوى أكثر من الإيثانول، لأن لديه شحنة سالبة كاملة. حسنا، لنرسم جزيئات أخرى هنا ولنرى كيف سنصنفها. إذا كان لدينا كربونين ومن ثم الكلور هنا، وسأضع زوج من الإلكترونات الحرة على الكلور، وإذا ركزت على هذا الكربون هنا، هذا الكربون مترابط مع الكلور، سنفكر في الفرق في الكهروسلبية. ونعلم أن الكلور هو كهروسلبي بشكل أكبر من الكربون. هناك إلكترونين في الرابطة بين الكلور والكربون، حيث ستكون منجذبة أكثر للكلور وتعطي الكلور شحنة سالبة جزئيا. وبما أن هذه الإلكترونات ستكون بعيدا عن هذا الكربون، فإنه سيكون في النهاية بشحنة موجبة جزئيا. إذن هذا الكربون هو موجب جزئيا.
وشيء مشحون بالموجب جزئيا سيكون منجذب لشيء سالب الشحنة، إذا هذا الكربون سيكون إلكتروفايل. يمكن القول أن هذا الكربون سيتصرف كإلكتروفايل إذا كنا سنفعل أنيون الإيثوكسايد مع هذا الجزيء، مع هذا الجزيء ككلوريد الإيثيل أسفل هنا، فإن جزيء كلوريد الإيثيل لديه كربون موجب جزئيا سيتصرف كإلكتروفايل. هو يريد الإلكترونات، ونيوكليوفايل لديه إلكترونات يمكن أن يعطيها للإلكتروفايل. لدينا زوج الإلكترونات الغير رابطة على النيوكليوفايل. هذا الأكسجين هو سالب الشحنة، هو منجذب للأشياء الموجبة الشحنة، إذا الأكسجين سيكون منجذب إلى هذا الكربون الموجب الشحنة، وهذا الزوج من الإلكترونات المنفردة سوف يهاجم هذا الكربون. والهجوم هو المصطلح المناسب للاستخدام في الكيمياء العضوية إذا كنا نرسم الآلية. إذا الشحنات السالبة منجذبة للشحنات الموجبة حسب قانون كولوم، وقانون كولوم يعتمد على المسافة، فكلما كانت هذه الجزيئات أقرب لبعضها كلما كان النيوكليوفايل منجذب أكثر للإلكتروفايل. إذا الشحنات السالبة تهاجم الشحنات الموجبة، وإذا كنا نقوم بهذه الآلية فإن هذه الإلكترونات ستنتقل إلى الكلور، لكن لن نخوض كثيرا في الآليات، الآن هدفنا هو تحديد النيوكليوفايل والإلكتروفايل وفهم كيف تتجاذب الشحنات المختلفة لنرسم الإلكتروفايل آخر، لنرسم إلكتروفايل آخر. إذا إلكتروفايل آخر سيكون مثل هذا الكربون مترابط مع ثلاثة كربونات، ثلاثة مجموعات CH3، ولا يوجد هيدروجينات على الكربون المركزي هنا. إذا لم يكن هناك هيدروجينات عند الكربون المركزي ستكون الشحنة الظاهرة زائد واحد لتكوين ما يسمى الكربو كاتيون الذي تحدثنا عنه في الفيديوهات السابقة. إذا الكربو كاتيون كونه موجب الشحنة فهو منجذب إلى الإلكترونات، إذا يتصرف الكربو كاتيون كإلكتروفايل منطقة كثافة أقل للإلكترونات. وقلنا من قبل أن الإيثانول جزء الأكسجين من الإيثانول يتصرف كمحب للنواة، إذا هو بشحنة سالبة جزئية ولديه زوج من الإلكترونات المنفردة، وهذه الإلكترونات يمكن أن تهاجم هذا الكربون هنا. إذا الشحنات المختلفة تتجاذب ويتشكل رابطة تساهمية جديدة هنا، بين هذين الجزيئين. إذا مرة أخرى نرى تدفق الإلكترونات من منطقة الإلكترونات الأعلى إلى منطقة كثافة الإلكترونات المنخفضة وهو الإلكتروفايل. هذه واحدة من أهم المهارات التي يجب تطويرها عند كتابة آليات الكيمياء العضوية. إذا هذا مهم جدا لتفهموه إذا أردتم أن تبلو جيدا في اختبار الكيمياء العضوية، وهذا يقودنا إلى قاعدة شوارتز، الأشياء الخمسة التي يجب فهمها للنجاح في الكيمياء العضوية. الدكتور شوارتز كان متخصص في علم الكيمياء العضوية ولديه الكثير من الإسهامات في الكيمياء العضوية. قواعد شوارتز في الكيمياء العضوية، لنكتشف القواعد الخمسة التي يعتبرها الدكتور شوارتز الأهم لفهمها في الكيمياء العضوية. أولا إلكترونات التكافؤ، على أمل أن ترون أهمية إلكترونات التكافؤ. عندما نرسم هذه الآليات والجزيئات نحن فقط نرسم إلكترونات التكافؤ لها، إذا القدرة على رسم الصيغة البنائية لإيجاد أين تذهب إلكترونات التكافؤ وما يحدث لإلكترونات التكافؤ مثل الشحنة الظاهرة وحالات الأكسدة وغيرها هي مهمة جدا. ثانيا مفهوم الكهروسلبية هو أيضا مهم جدا، إذا هذا رقم الثاني في قواعد شوارتز. إذا الكهروسلبية الإلكترونيجاتيفيتي، لذا فهم الفروقات في الكهروسلبية وكيف تؤثر هذه الجزيئات على بعضها مهم جدا. ثالثا كيمياء الحمض والقلوي القاعدة، إذا يجب فهم حمض برونستد لوري وفهم قاعدة برونستد لوري لنكون قادرين على مراقبة البروتونات في الآليات. هذا هو الأمر الثالث في قواعد شوارتز، وقد أمضى الدكتور شوارتز وقت طويل في الكيمياء وأدرك أهمية هذا في عمل الآليات. القاعدة الرابعة لشوارتز هي كيمياء التأكسد والاختزال، إذا الأكسدة والاختزال تعيين حالات التأكسد ومعرفة ما الذي تم أكسدته ومعرفة ما الذي تم اختزاله. وفي النهاية القاعدة الخامسة لشوارتز
وهو ما قمنا به في هذا الفيديو. مفهوم النيوكليوفايل النيوكليوفايل والإلكتروفايل. حسنا، إذا هذه الخمس أمور هي الأهم للفهم لطالب الكيمياء العضوية. حسنا، انتهى، نراكم في الفيديو التالي.